إذن أحبتي متابعي العراقية الرياضية في كل مكان، جد التحية معكم. ومباراة لحساب الجولة 18 من دورينا موسم 22-23 المرحلة الأولى، الحدود يستضيف طبعا فريق نادي دهوك القادم من الشمال في العاصمة الحبيبة بغداد، وبالتحديد في ملعب الشعب الدولي. محمود عالي الكرة داخل منطقة الجزاء، عادل النعمة بهذه اللقطة خطيرة كانت، والإبعاد من المدافع. راجع الكرة، كان يسدد أفضل، راجع لسيف آخر، انطلاقة من سيف كريم، انطلاقة للحدود، وسهلة جدا من منتظر عادل. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، كاد يسبب بمشكلة. لاعب ستيفن، مرور ممتاز، الغاني إلى منتظر، وخطيرة لكن سهلة إلى أحمد بشر. قطع من الموريتاني، بكاري مدافع الحدود، راجع لوليد وتسديدة جيدة. لا وجود لتعادل سلبي ما بين الفريقين بالدوري الممتاز، لكن بالدرجة الأولى أي نعم. خاطئ التسليم. ريوان أمين إلى زاكري، حاول يمر إلى اليسار، محمد سعيد، كرة خطيرة، الله يا سعيد يا سعيد يا محمد يا سعيد، بقدم من حديد يعبر الحدود ويسجل الهدف الأول لصقور الجبال. لدهوك لدهوك، يا هي سارية يا هي سارية، على طريقة حاجي، يعني جاسم حاجي في دهوك هكذا كان يسدد. اي نعم، وهدف من الاهداف الجميلة عن طريق محمد سعيد يفتتح التسجيل لنادي دهوك. هدف جميل، واحد من الاهداف الجميلة بدورنا. الله، هاي من دهوك البغداد، واحد من الأهداف الجميلة لمحمد سعيد بقدم من حديد. الله الله الله، الصقر بس اكتفى يتفرج، الصقر بس اكتفى يتفرج، ومرت من الحدود. أحبتي متابعي العراقية الرياضية في كل مكان، جد التحية معكم، ويسرني أن أنقل لكم شوط المباراة الثاني. طبعا يغيب البرازيلي موسيس، وخطيرة، والمدرب الحالي للشباب عبد المحسن محمد، خطيرة سواعيد، انتصار على الصناعة 3-1، وخسر مرتين من الطلبة ومن الكهرباء. سيف كريم متقدم لغاية بالواحد، والرأسية والتعديل بهدف جميل جميل جدا جدا جدا. الغاني ستيفن كوادو بهدف الثاني بدورينا. عدل الآن، عدل عدل عدل، إيه عدل يا عادل، الحدود عدل يا عادل. 1-1 عن طريق ستيفن كوادو، هذا هدف الثاني، يعني في مباراة يسجل لك هدفين، لكن شوف الرأسية الجميلة. الله يا سيف كريم، وكان كريم، رأسية رائعة بستيفن كوادو. والله اليوم الأهداف أجمل ما بالمباراة. أحمد بشار أمامية، والصافرة، ونهاية اللقاء الحكم الدولي واثق محمد يطلق صافرة نهاية اللقاء بالتعادل 1-1 بين الحدود ودهوك. دهوك سجل عن طريق طبعا اللاعب محمد سعيد، وعدل للحدود ستيفن كوادو نقطة بنقطة. طبعا دهوك يصل إلى النقطة 31 والحدود إلى النقطة 23. ألتقيكم بمباريات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.